توفر عند كثير من الناس صفة الأمن والأمان من أفضل النعم ومن أعظم النعم التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يكون آمنا في سربه، من يكون آمنا في بيته، من يكون آمنا في دولته، من يكون آمنا في قريته، هذه من أفضل ومن أعظم النعم التي يمن الله بها على العبد. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا. بلاد مصر معنا أول اتصال. معنا أم ياسين، فضلي يا أم ياسين. السلام عليكم، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم ياسين. بقول لحضرتك أنا شفت رؤية، بنت عمي اللي شافت لي رؤية بتقول لي شفتك راكبة عربية، العربيات اللي هي بتاع الزمان اللي هي وشها يعني ظهرها مكشوف مفتوحة، اللي هي تمام مفتوحة، وبتقول لي شايفة جوزي راكب العربية دي وبيسوق ولابس بدلة بيضة جميلة، بتقول لي بدلة بيضة جميلة، وشايل ابني على رجله وبرضه زيه لابس برضه بدلة بيضة، وأنا والعيال بقيت إخواته قاعدين معاه يعني في العربية، وكلنا يعني لبسنا كويس بس، وزي ما نكون داخلين بالعربية على قرية ريفية ورايحين عند بنت عمي دي اللي هي شافت لي الرؤية اسمها وفاء. تمام. بس ده اللي هي شافتهولي. يا أم ياسمين، هو زوجك شغال إيه؟ مهندس. ربنا يحفظه لك إن شاء الله من كل مكروه ومن كل سوء. يا رب، اللهم آمين. لأن الرؤية تبين يا أم ياسمين. أيوه. إن زوج، اسمعينا من التلفزيون إن شاء الله. طيب حاضر، شكرا شكرا. تمرين أمر. إن زوجك ربنا سيمن عليه بحياة هادئة، نحن بنتكلم عليها الآن. ربنا سيمن عليه بحياة فيها الأمن والأمان والاستقرار وراحة البال. ربنا سيمن عليه يعني إن الأمور هتكون ميسرة، ليس معقدة، ليس فيها التعقيد. معانا الأستاذة أسماء. ألو. اتفضلي يا أستاذة أسماء، بعد كده تكمل مع أم ياسمين. أيوه، السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أسماء. بقول لك يا شيخ، أنا عندي تلات أحلام صغيرين خالص. قولي رؤية واحدة بس يا أسماء. واحدة بس؟ إن شاء الله. طب بقول لك يا شيخ، أنا حلمت قبل كده إن أختي بتقول لي أنا اتطلقت، أو تقريبا هتطلق أو اتطلقت، فهي مش متجوزة، ده إيه معناه؟ هي سنها كام سنة؟ هي عندها 23 سنة. وربنا سيمن عليها بالزواج وعدم الطلاق إن شاء الله يا أسماء. يا رب الحمد لله. يعني سواء قالت لي أنا اتطلقت أو هتطلق في الحلم، معناها إنه هيتم الزواج ومش هيكون في طلاق الحمد لله في حياتها أبدا، فقول الحمد لله. والنبي ممكن حلم صغير تاني زي بعضه؟ قولي بس، ما تقوليش النبي، قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه الله يبارك لك يا شيخ، انا حلمت امبارح ان جوزي بيقول لي إيه انا هتجوز، وانا اعطيتك انذار قبل كده واهلي تحت تضييم، فانا كنت قلقانه يعني وزعلانه بيني وبين نفسي، فايه ده معناته؟ ما تخلي بالك من زوجك يا اسماء. ليه، في حاجه؟ هقول لك دلوقتي، اسمعينا وابشر وقولي الحمد لله، ما تقلقيش. الحمد لله. اسمعينا من التلفزيون. اولا، موضوع الزواج في المنام، الزواج تكلمنا عليه انفا اي سابقا بان الزواج من افضل ومن اعظم ما يكون. اقول للازواج ما تقلقوش، انت لما تشوفي زوجك انه هيتزوج او عرض عليك الزواج من امراه اخرى ما تزعليش، بل تقومي من النوم تكوني فرحانه وتكوني سعيده جدا، لان الزواج في المنام دائما فيه الخير، ودائما فيه الاموال، ودائما فيه الراحه. اذا تزوج بامراه أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، بحيث ألا يزيد الزواج في المنام ويصل إلى عدد خمسة. عدد اثنين فيه الخير، ثلاثة فيه الخير الأكثر والأعظم، أربعة يكون هذا الأمر عظيما جدا لن يتوقعه ولن يتخيله من رأى المنام أو لمن تزوج في المنام. انما لا تزوج بالخمسه، دي اشكال كبير جدا. معانا ام محمد.
الو، اتفضلي يا ام محمد. صديقي الشيخ، انا شفت ان انا عماله ابص في السما وجنبي واحده كده بس ما اعرفش دي مين دي. فبعدين عماله ادور على القمر في السما كده وشايفه نجوم ياما قوي، تجمعات نجوم. وبعدين بتقول لي يلا 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 بينا اللي هنتاخر، زي ما يكون ورانا مناسبه رايحينها يعني. فبعدين بقول لها لا ده انا عايزه اشوف القمر، اصل القمر ده ما بشوفه كده ساعات بيقول لي حاجات. وبعدين شفت حاجات كده في السما زي ما يكون القمر مستخبي وراها. والاخر قلت لها لا ده باين القمر، مش هيبان من هنا يعني، القمر في حته تانية. وبعدين رحنا عشان نلبس، فبطلع هدوم من الدولاب، فطلعت طقم حلو كده، جاكيت وجيبه وبلوزه. انت حامل يا ام محمد؟ يعني عايزه 25 جنيه. ام محمد، وبعدين طنشتها وبلبس، قلت لها ما انا بحب البس حلو عشان يبقى شكلي حلو قدام الناس. وبعدين قالت لي ان كان نفسي يبقى عندي طقم زي ده. تمام. فقلت لها البلوزه اللبني التركواز دي انا كان نفسي تبقى بيضه. تمام. كنت انا هلبس بلوزه على جاكيت لبني تركواز لونه اللون الحلو، لون السما ده. تمام. قلت لها كان نفسي تبقى بيضه. انت حامل يا ام محمد؟ الو، انت حامل ام محمد؟ خلاص اسمعينا من التلفزيون ان شاء الله. اولا الرؤية تبين لو انت عندك استعداد على موضوع الحمل سيمن الله عليك بالحمل موضوع القمر، ولو انت عندك ما عندكش استعداد لموضوع الحمل سيمن الله عليك بامر طيب، امر جميل، امر عظيم، هيسعدك سعادة كبيرة جدا في الايام القادمة. الجزئية الثانية موضوع اللبس، ما ذكر في المنام الله جل وعلا سيسترك ولن يفضحك ولن يخزلك ابدا. دي مضمون الرؤيا والله اعلم. معانا امة الله. ايوه اتفضلي. أيوة. انا حلمت ان انا حلمت ان واحده معاها حمام كتير، بس عايز اسمعك بعد كده بعد ما اطفي التلفزيون. تأمر امر. الله يخليك. طيب يا رب يخليك. الغرابه انا حلمت ان انا واحده معاها حمام كتير، ورحت منقيه جوز حمام. تمام. كبير كده، وبعدين رحت مديها 50 جنيه. نعم. وبعد كده الواحد شايل عيل على باطه، شايل بنت على باطه، واقف بيها راح من وقت التلفزيون يا امة الله. امة الله وقت التلفزيون. حاضر. وراح ايه، راح مديني البت وقال له خديها اهي. تمام. قال انا قال في فرص كتير كده، عايز اقعد بيها على الارض، اقعد بيها على قفص كده، العمالة قاعد في قفص عشان اقعد بيها عليه. تمام. انت معاك مشاكل مع حد يا امة الله؟ لا هفسرك ان شاء الله. اسمعينا من التلفزيون ان شاء الله. الرؤية فيها رسالتين يا امة الله. الرسالة الاولى موضوع الحمام يدل انك انت من اهل السلام، انك انت انسانة هادية، ما تحبيش الخلافات، ما تحبيش النكد. اسأل الله جل وعلا ان ربنا يمن عليك بصفة الامن والامان. والله يا جماعة في ناس تموت في حاجة اسمها النكد، في ناس والله العظيم تحشق حاجة اسمها النكد والخلافات والمشاكل. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يرفع البلاء عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام. الجزئية الثانية يا أمة الله موضوع الولد، ربنا سيحفظك من البلاء، وسيحفظك من المكر والخديعة، وسيحفظك من أشياء كثيرة جدا متعددة في حياتك، فقولي الحمد لله. كذلك بالنسبة لرؤية أم ياسمين، موضوع السيارة تدلل على تيسير الأمور لزوجك وتيسير الأمور للأسرة. ما قيل في المنام يدلل إنك أنت وزوجك وأولادك هتعيشوا حياة مرفهة، حياة سعيدة، حياة فيها السرور، في حياة ما فيهاش الأحزان، ما فيهاش البلاء، ما فيهاش النكد. دي مضمون الرؤية والله أعلم. نرجع لحديثنا أيها الأحبة الكرام على السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، الذي يراها في المنام. معانا مين؟ معانا الحجة فوزية؟ ايوه
حضرتك انا كنت كلمتك قبل كده على البنت الصغيره. اتفضلي ارفع الصوت يا حاجه فوزيه. نعم ارفع صوتك شويه. ايوه بقول لك انا كنت كلمت حضرتك قبل كده، كان عندي بنت صغيره بتشتغل وانا كان عندي مشاكل في البيت مع ولادي والبيت قايم حريق. تمام. فمرتين مرتين البنت تشوف الرؤيه ان البيت بيتحرق والستاير بره الهواء بيطيرها بحريق. كلمت حضرتك قلت لي خد الرقم بعد الهواء، ما حدش عبرني ولا اداني الرقم. دلوقتي انا عندي رؤيه يا حاجه فوزيه. حاجه فوزيه نعم قول الرؤيه بتاعتك. هلو. وتواصل مع الكنترول، سيب الرقم بتاعك مع الاحباب في الكنترول وانا هتصل بيكي. طيب ربنا يبارك في عمرك. تأمرين امر يا حاجه فوزيه اتفضلي. انا شفت المرحوم امي ان هي ميته وهي في مكان تحت وانا في كاني في بيت جنبيها دور، يعني هي في الارض وانا عالية دور. نعم. او اتنين. فالعربيه اللي شالت الصندوق اللي فيها الجثمان بتاعها غامقه زي عربيات الجيش الكاكي دي. فانا استغربت قلت لهم يعني حتى طيبه يعني ايه ده؟ ايه السواد اللي في العربيات ده؟ ببص لقيت انا وانا في البيت اللي فيه ممدده على السرير لقيت امي جنبي مغطيه وشها بشاشه بيضه وممدده يعني ومحميينها وكل قالوا جبناها لك اهي احنا غسلناها وجبناها. فانا عندي احساس ان هي صاحيه. فانا شلت الشاش فلقيتها فعلا ايه عينيها يعني بترمش. فتنتني معاها وعملها كده يا ام انت جيتي يا ام ده انت وحشاني مش عارفه. لقيتها راحت قايمه قاعده ومفتحه قالت لي ايوه انا جيت. ولقيت البياض والجمال في وشها ما شفتوش قبل كده والخدود الحمراء والوش انا ذهلت وبقيت فرحانه بيها. والله الحمد لله الحمد لله. بس جت تطلع فلوس من صدرها تدهاني او حاجه انا ما خدتهاش وصحيت. لان انا كنت بحب امي جدا وكانت مريضه وتحملت عشاننا كتير. فانا يعني من دايما لما اشوفها اعيط واتفزع ابقى فرحانه. تمام. فقمت بقى على كده. هفسرك ان شاء الله يا حاجه فوزيه. تواصل مع الكنترول ان شاء الله بعد الهواء واديهم الرقم بتاعك ان شاء الله وانا هتصل بك ان شاء الله يا حاجه فوزيه. اولا مضمون الرؤيه في موضوع الام المتوفيه. الام المتوفيه الرؤيه تبين ان هي في مكانه طيبه، مكانه جميله، مكانه عظيمه. اسال الله جل وعلا ان ربنا يجعلها في اعلى الجنان. موضوع الفلوس اللي حبت تديها لك او انت شفتيها في المنام شاهدتيها في المنام سيمن الله عليك بنوع من انواع الرزق. ولكن نوعية الرزق ايه في حياتك الله اعلم. رزق او نوع من انواع الخير والله اعلم. فصفة الامن والامان ايها الاحبة الكرام من افضل ومن اعظم ما يكون. في ناس شغلها الشاغل تزرع الشوك، في ناس شغلها الشاغل تنشر الفساد والفتن. ممكن بين عائلتين وممكن بين دولتين، يعني ممكن عشان ماتش كورة واحد من الناس يعمل فتنة يعمل بلاء. هو شغله كده، هو تخصصه كده، هو لا يحمد له بال إلا إذا فعل كده. معانا مين؟ معانا الأستاذ محمد؟ معانا أم محمد. اتفضل يا أم محمد. بقول لحضرتك أنا اللي كلمت من شوية بقول لك كنت ببص في السماء بدور على القمر. فحضرتك قلت لي أنت مستنية أمر عظيم إن شاء الله، بس أنا في الآخر ما لقيتش القمر. أهم حاجة إنك أنت يا أم محمد منتظرة القمر، لأن القمر من أفضل ومن أعظم ما يكون. ومن أفضل ومن أعظم ما يراه الإنسان في منامه سواء رأى القمر أو سمع اسم القمر أو مسك القمر أو جلس على القمر أو جلس القمر عليه أو ما شابه ذلك. مجرد أن أنا قلت اسمه يعني كون ذكرت اسم القمر. لو أنت في سن الإنجاب وما عندكش وسائل. لا مش إنجاب. لا نعم مش مستنيه انجاب. خلاص سيمن الله عليك بامر من الامور سيسعدك سعاده بالغه لن تتوقعيها ابدا ان شاء الله. ان شاء الله والله اعلم. تؤمري امر ان شاء الله يا ام محمد. ف
فعلم الرؤى والأحلام أيها الأحبة الكرام من أفضل ومن أعظم ما يكون، كما تكلمنا آنفا أي سابقا. ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك كده رؤية منامية في المنام يبشرك بشيء جميل وشيء عظيم. عالم الأحلام الله جل وعلا يحقق فيه ما لا يستطيع الإنسان أن يتخيله بعقله ولن يصدقه بقلبه. أنت ممكن تكون مريض مرض خبيث، عندك مرض من الأورام الخبيثة ملوش علاج أبدا، ولكن ترى رؤيا منامية، تقوم من النوم تجد بأنك قد شفيت بإذن الله. وهذا ما حدث كثير من الناس، امرأة والله العظيم عاجزة قعيدة لا تتحرك أبدا من المملكة العربية السعودية. من معنا؟ معنا الأستاذة إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة إيمان. إزاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم تمام. تفضلي. أنا شفت رؤية وعايزة حضرتك تفسرها لي. اتفضلي بس ارفعي الصوت شوية. أيوه. أنا شفت، أنا موظفة أصلاً، شفت نفسي في مكان عملي بس على يعني في مكان واسع، وشفت إن في واحدة جايبة مجموعة من الخواتم الذهب الصيني كده وبتعرضها، وأنا ما خدتش منها. تمام. ففي زمايل ليا أعجبوا بخاتم عالي كده، وأنا قلت أنا يعني أنا ما بحبش الخواتم الصيني، أنا بحب الذهب على طول. تمام. فالخاتم ده خدته عينته في الدرج لما هم سابوه على المكتب على أساس إن هم بتاعهم مش ليا. فبعد شوية لقيت زميلتي واحدة اسمها أحلام واحدة اسمها سوسن جايين بيقولوا لي فين الخاتم، فانا بفتح الدرج اجيبه لهم، فزعلوا اعتقدوا ان انا باخده ليه، فانا رميته كده، رميته شوحته لهم. فلقيت منى زميلتنا الثالثه بتقول لي تعالي صالح احلام وصالح سوسن، قلت لها انا ما بحبش الخواتم الذهب الصيني، انا بحب الاصلي، وانا في ايدي اهوت خاتم دبله ومحبس ذهب. تمام. وانا اساسا منفصله يعني من زمان. انا كنت في الحقيقه يعني أنا كنت هسألك متزوج أو معاك أولاد، خلاص هفسرك إن شاء الله. حضرتك بتقول إيه؟ كنت هسألك سؤال ولكن أنت خلاص قلت السؤال بتاعك. أنا معايا أولاد بس. ربنا يحفظهم لك من كل مكروه ومن كل سوء إن شاء الله. اسمعينا بالتلفزيون. موضوع الخاتم اللي هو الصيني، أولاً ربنا سيحفظك من النصب ومن الاختيال، وربنا هيحفظك من السرقة، وربنا هيحفظك من كل سوء ومن كل مكروه. معنا أم محمد من الصوت، نشاهدك من مع الأخت الفاضلة الأستاذة إيمان. أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد. أنا حلمت، معايا رؤيتين فضيلة الشيخ، ممكن أقولهم؟ قول رؤية واحدة بس يا أستاذة أم محمد. طيب، أنا حلمت القمر في السماء، ومكتوب يعني قرآن بالخط الأبيض في السماء، والقمر ده فيه سنان يعني ومرسوم إنه بيضحك، فمكتوب كل عام وانتم بخير، ومكتوب سنة عام سعيد، ومكتوب في السماء قرآن كثير، فقلت إنك الله حق، إنك الله حق. ولو سمحت فضيلة الشيخ معايا رؤية تانية، عشان دي مسألة يعني ضرورية، عايز أعرف إيه السر اللي فيها. اتفضلي. طيب، حلمت ان في البيت في بط طلع اصفر جديد، فمسكت البطه، فلقيت البطه شكلها انها عايزه تعض يعني الناس اللي في البيت تموتهم، فبعد كده رحت قلت خفت منهم، طلعت من برا، فنبهت على اخويا، لقيت واحد متوفي اسمه سعد، فنبهت على اخويا فقلت له ما معناش غير نقول الله اكبر، فمسكت اختي لقيت افتكرت في الرؤية ذات نفسها، افتكرت الرؤية اللي انا يعني فعلا في كانت رؤية يعني لقيت فيها كده ان في كلب اسود فعضها، هي قطة سودة تحولت الكلب اسود وعضتها، فافتكرت الرؤية دي جوه الرؤية دي فيها البط، فقعدت ماسكة في اختي، فقلت عشان خاطر ما يحصلش اللي ايه اللي انه عضها يعني زي ما قريت في الرؤية فاتت انه تعض حاجة عضتها، فخفت عليها وقفت برضه وقلت ما جبناش غير نقول الله اكبر، وقطعت الكلب ايه بايديا، موته نهائي. تمام يا ام محمد. نعم. ان في عداوه بينك وبين حد؟
لا خلاص هفسر لك. لا يعني حاجات عاديه يعني ما فيش عداوه بينه وبين حد، كان حاجات عاديه عادي يعني ما فيش. يعني في شيء في القلوب بينك وبين حد معين، او في حد يحمل لك حاجه في القلوب؟ بس هفسرك ان شاء الله يا ام محمد. اولا موضوع الرؤيه الاولى، جميع الكلمات التي تذكر في جميع المناسبات وما ذكر اللي هو كل عام وما شابه ذلك، يدل ان ربنا سامن عليك بمناسبة سعيدة أو بأمر حيسعدك في الأيام القادمة. معنا الحاجة سميرة إن شاء الله، وبعد كده نكمل إن شاء الله مع أم محمد. حاجة سميرة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة سميرة. وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله وجميع الأمة، اتفضلي. أمين. بقول لحضرتك أنا تملي بحلم إن أنا رايحة بعمل عمرة وبركب الطيارة وباجي وبرجع تاني في الطيارة على طول عمرات. تمام. يعني السنة دي بالذات بسم الله ما شاء الله رايحة السعودية، جاي من السعودية رايحة أعمل عمرة، جاي أعمل عمرة. كتير قوي المنام ده تكرر ولسه متكرر قريب، فأرجوك تفسر بعد إيه ما أقفل التليفون. ماشي. حصلك سؤال، أنت عملت عمرة في الحقيقة؟ انا عملت عمرات كتير. خلاص بس كده وحجيت. تمام. ربنا يطول في عمرك، وربنا يحفظك من كل سوء، وربنا يستخدمك ان شاء الله في الطاعه، وربنا يحفظك من البدع والخرافات، لان الرؤيه تبين ربنا سيمن عليك بالاعتمار الى بيت الله الحرام. الشيء الثاني، ربنا هيجعل في حياتك الامن والامان والاستقرار وراحه البال. الشيء الثالث، إن ربنا حيقضي لك أمر من الأمور، والله أعلم. موضوع الرؤية السابقة بتاعت أم محمد، موضوع البطة، إن هي تريد أن تؤذيك في المنام، سيحفظك الله من الأعداء والحاقدين والحاسدين، وبالذات إن في موضوع كلب وموضوع قطة وما ذكر في المنام. كذلك دي رسالة من ربنا يا أم محمد، إنك تكون قريبة من ربنا، عليك بالطاعة وعليك انك انت تكون ملتزمة بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. في رؤية سابقة للأستاذة إيمان ما كملناش موضوع الخاتم اللي هو الخاتم الصيني، يدل ان في حد يا أستاذة إيمان يريد الارتباط والزواج منك، بس هو انسان نصاب، انسان كذاب، انسان غير صادق، انسان يخرف بالميعاد والمواثيق وما شابه ذلك، انسان لا يصلح لك للزواج على الاطلاق. خليك حذره وتخلي بالك من هذه الامور، والله اعلم. فنتكلم على علم الاحلام، ان ربنا سبحانه وتعالى من الممكن يجيب لك رؤيه من الرؤى في علم الرؤى والاحلام. انت تظن بأن هذا الأمر مستحيل. أم محمد امرأة عاجزة قاعدة ترى في منامها، تقول والله العظيم رأيت في المنام رسول الله، رأيت حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي دعا لها في المنام بأن ربنا يشفي أم محمد. تقوم من النوم، هي دائما متعودة أن هي تقيم الليل هي والزوج وهي على الكرسي، تقوم في قيام الليل تمشي على رجليها، بعدما أن رأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أحيان نسمع إن واحد يقوم من النوم وتقول رأيت في المنام رؤية إني جيت يد محناية فيها الحناء. واحد يرى في منامه ان هو يتضرب في المنام، يقوم من النوم يجد اثار الضرب على الجسد. واحد يقول والله لا تعمل لي عملية، في اثناء النوم وجدت ان هذا الامر قد تحقق، يعني لقي اثار العملية او ما شابه ذلك. معنا ام عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم عبد الرحمن. والله بنتي يعني حلمت حلم، كانت في بيت سيدها وشافت هي ومرات خالها الاثنين بيغسلوا سمك وينظفوا،
أسماء. شافت ناس جاية عندنا في البيت عندنا هنا ومتكلمين على أختها شيماء، إن في ناس جايبين عريس واثنين وثلاثة ليها. فهي فبتسألني بتقول يا أم يا ترى هتاخد مين؟ قلت أنا عارفة يا بنتي هي هتاخد مين فيهم. تمام، بس هذه هي الرؤية. هفسرك اسمعينا من التلفزيون إن شاء الله. مضمون الرؤية وما ذكر فيها ده، دي مناسبة سعيدة هتسعد جميع الأسرة، وإن شاء الله حيكون هذا الخبر هو خطبة هذه الفتاة. البنت دي ربنا حمنا عليها بالخطبة دي. مضمون الرؤية والله أعلم. فالله جل وعلا يوحي للعبد في منامه برؤية معينة، والله جل وعلا يحقق له المنام. واحد يقول رؤية ان والدي ترك بعض الاموال ولا احد يعلم هذه الاموال في اي مكان، وفي ذات ليلة من الليالي رأى والده، رأى والده في المنام يقول له في المكان الفلاني انا وضحت بعض الاموال. فعلا ذهب في المكان اللي اخبر والده في المنام، وجد بان هذه الاموال كما قيل له في المنام، وقيس على هذا المنوال اشياء كثيرة جدا متعددة. الواحد ما يسمع اشياء في علم الرؤى والاحلام والله لن يصدقه اي عقل ولن يتخيلها احد. وهذه من نعم الله جل وعلا يعطيها لبعض الناس لمن شاء من العباد. ليس في تفسير الرؤى والاحلام، ولكن انه يرى بعض المنامات. واحد ملوش علاقة موضوع الاحلام نهائيا، وملوش علاقة بتفسير الاحلام نهائيا، ولكنه يرى في المنام رؤيا، والرؤيا تتحقق له كفلق الصبح. ما رآه في المنام يجد بأن هذا الأمر في الحقيقة. واحد معنا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد. لو سمحت يا شيخ، أنا شفت رؤيا بقالها حوالي 7 سنين. اتفضلي. بس شغليني، حلمت ان انا في وسط زرع وباكل فول اخضر وبشرب خمره، مع ان انا عمري ما شربت الخمره قبل كده. تمام. وحلمت ان انا في نفس الحلم ان انا بمشي. تواصل معانا ان شاء الله يا ام محمد، بس انا هفسر لك الرؤيا بعد منك انت تقص الرؤيا كامله، ولكن عشان بس ما فيش حد يقلق ولا يكون منزعج، شرب الخمر في المنام دي مش وحش، ولكن برضو على حسب الرؤية وعلى حسب الرأي. اللي يشرب الخمر في المنام التفسير العام بتاعه الله جل وعلا سيحفظه من الخمر، وسيحفظه من المسكرات، وسيحفظه الله من الحرام، وسيحفظه الله من البدع والخرافات والأباطيل، وسيحفظه الله جل وعلا من كل شيء محرم ذكر في القرآن أو في السنة لخير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن يرجع على حسب الرؤية وعلى حسب الرأي وعلى حسب وقوع الخمر في الرؤية، والله أعلم. كذلك أيها الأحبة الكرام، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوحي إليك برؤية، يجيب لك رؤية في المنام. معنا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد. ابني حلم إنه راكب على العجل اللي هو بيزحلق بيه على الجليد، وبعد ما صلى هو وجماعة ركب على العجل اللي بيزحلق بيه على الجليد، فبدي يعني يطير بيه هنا وهناك وفي كل حتة، مع إنه هو متقاعد يعني على الفراش مريض، فكان يعني حاسس إنه فرحان ومبسوط وبيروح أي مكان بيه، واقف يعني لابسه في رجله. والرؤيه الثانيه اني اختي او حلمي انه دخل المستشفى، واختي حلمت ان هي لابسه كوليه وادوها كوليه وختمين وادوها كويستين،
وحلت انها بتتخطب مع انها هي متزوجه. دقيقه يا محمد الله يهديكي، دقيقه مش سالج بيض هي. طيب ماشي اختي حلمت ان دقيقه خليكي معايا هسالك سؤال. ايوه الابن ده ابنك سنه كام سنه؟ ابني ولا مين؟ ابنك القعيد المريض سنه كام سنه؟ عنده بتاع 20 سنه كده يعني. تمام البنت اللي هي موجوده في المنام موضوع الكليه وما شابه ذلك هي انسه؟ لا هي متزوجه ولسه ما انجبتش. خلاص انا هفسرك ان شاء الله، اسمعينا من التلفزيون ان شاء الله يا ام محمد. اولا موضوع الجليد او ما شابه ذلك، ربنا ذكر عفوا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الثلج في المنام، والثلج متعلق بالتوبه، الله مغسلنا بالماء والثلج والبرد، فدي رساله من ربنا سبحانه وتعالى ان ابنك عليه بالاستغفار، عليه بالصلاه على خير الانام محمد عليه الصلاه والسلام، والاذكار والطاعه الى هذا الابن سيكون فيه نوع من انواع الشفاء له، عليه ان هو يكون قريب من ربنا. موضوع الكليه وما ذكر للبنت، الله جل وعلا سيمن عليها بالحمل، اسال الله جل وعلا لهما التيسير، وان ربنا يشفي هذا الابن، وان ربنا يكرم هذه البنت بالذريه الصالحه اللي هي تكون مطيعه لله جل وعلا. والله اعلم. فالله جل وعلا يعطي للعبد رؤيا من الرؤى، ولكن الله جل وعلا يرشد العبد في هذا المنام بأنه يلتزم بطاعة رب العالمين. بعد أحيان يكون الإنسان مقصر أو لا يصلي، فربنا يجيب له رؤيا فيها إنذار وفيها تحذير. ده مش كده وبس، ده من الممكن إنسان لا يصلي أبدا. معانا أم نور؟ اتفضل يا ام نور. فضيله الشيخ انا حماتي متوفيه بقالها فتره كده يعني، هي كانت غنيه عندها فلوس كتير، بس بناتها مخبيين يعني مش بيقولوا ان في فلوس ولا حاجه. فانا شفت في الرؤيه ان بنت بنتها طالعه بخمس رغيفه في كيس كده، طالعه شقتي يعني، كانت حماتي تحتي، وبعدين حاطه فوقهم مخلل. فقلت لها لا ده المخلل هيخر ميه على العيش كده يبوظه، ورحت اخده انا من العيش وضايقاه كده، لقيته عيش مقرمش وحلو. وبعدين بقول لها انت جايبه عيش ليه؟ طب ما هي ستك جايبه عيش ياما تحت. ما كانت ساكنه تحت، ستها اللي هي حماتي يعني. بقول لها انت جايبه عيش تاني ليه؟ ما ستك جايبه عيش ياما تحت. بس كده؟ اه، وهي اللي كان معاها بقى الخمس رغيفه اللي انا دقت منهم لقيته عيش مقرمش ده، كانت حاطه خمس رغيفه في كيس كده وفوقهم المخلل، والمخلل بيخر ميه على العيش. فبعدين بقول لها انت حاطه عليه مخلل ليه؟ ده هيبوظه. يعني المخلل بيخر بيخر بينزل على العيش؟ المخلل فوق العيش مباشرة على طول، فقلت لها المخلل كده هيبوظ العيش. تمام، أنت معاكي مشاكل؟ بعدين بقول لها أنت جايبة عيش ليه؟ ما ستك اللي هي حماتي يعني، ما جايبة عيش ياما تحت. أنت معاكي هي كانت ساكنة تحتي. أنت معاكي مشاكل في حياتك؟ أنا صحياً يعني صحياً تعبانة. تمام، نعم. هفسرك إن شاء الله. لأن الرؤية فيها رسالتين، رسالة تعني المتوفية ورسالة تعني من رأت المنام. اللي شاء المتوفية تحتاج إلى دعاء وتحتاج إلى ذكر وتحتاج إلى استغفار لمن رأت المنام. العيش طبعا جميل وعظيم جدا، ولكن إشكال كله في موضوع الخل أو الشيء الذي ذكر في المنام اللي فوق العيش، يدل على التعب وعلى النكد وعلى الهم وعلى البلاء. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يزيل ويبعده عنك. دي بالنسبة لتفسير الرؤية والله أعلم. فممكن ربنا يجيب لك في المنام رؤية تحذر العبد وترشده بطاعة رب العالمين. ده مش كده وبس، ده ممكن إنسان لا يصلي وبعيد عن ربنا كل البعد ويرى في منامه رسول الله. شوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يجي لك. ليه يجي لك النبي؟ يرشدك إلى طريق الخير، إلى طريق الفلاح، إلى طريق الصلاح، إلى طريق البر. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يجعل يعني أمور أمة النبي عليه الصلاة والسلام الفلاح والصلاح والبر
والعمل الصالح. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يرفع البلاء عن جميع أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يعلم أمة النبي عليه الصلاة والسلام العلم الصحيح والفهم الصحيح لشريعة الإسلام. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يحبب أمة النبي عليه الصلاة والسلام في العلماء والفقه والفقهاء. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يحبب أمة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي سنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، تعودنا إن كل حلقة يعني نتكلم على شخصية معينة، رمز من رموز الإسلام أو شخصية من شخصيات العظيمة في الإسلام. فإن شاء الله إذا كان لنا في العمر بقية في الحلقة القادمة نتكلم على شخصية جميلة عظيمة في علم الرؤى والأحلام، فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.